كده. في خلال، وانا مش عايز اكبر حضرتك، في 45 مثلا سنة تقريبا او يمكن اكتر بحاجات بسيطة، عمل فني او في المجال الفني، ايه المحطات اللي ما زلت تتوقف عندها وشايف انها كانت سبب نقلات كبيرة في حياتك؟ طبعا في واحنا طلبة في الكلية، فكان في الأستاذ عبد الغني الزكي كان بيخرج لنا مسرحية، وكان في نفس الوقت هو بيخرج مسرحية للقطاع الخاص، الأستاذ أمين هنيدي اسمه الضيف اللي هو، فطلب مني إن أنا أشتغل معاه في المسرحية دي، والمسرحية دي هي سبب دخولي معهد فنون مسرحية بعد كده، هو لأن اتقابلت مع الأستاذ أمين هنيدي. ده غير المسرحية أو الإلقاء بتاع كلية التجارة بتاع الأستاذ شاكر عبد اللطيف الله يرحمه، لا ده هنا هو الاستاذ عبد الغني زكي ده اللي هي لما نقلة، بدأت تحترف بقى أو دخلت ال دخلت الاحتراف. كانت المسرحية دي في اللي هو الاستاذ امين النادي هو اللي شجعني ان انا ادخل المعهد، لدرجة ان هو الساعة 9 الصبح وانا بمتحن في المعهد لقيته موجود، استغربت يعني. فالاستاذ بيكلم الاستاذ بلال الشرقاوي، فبقول له محمد الصلاوي ده ابني وبتاع، فقال له ابن ده ابني انا قبلك انت ليه؟ لا كان استاذ جلال لي شرقاوي كان في لجنه التحكيم وانا طلبه في الجامعه، وخدت فيها ممثل اول جامعات. لكن شوف شوف جمال الجيل دوت، ان هو يقف مع محمد صاوي اللي لسه طالب ولسه مش عارف ايه، ويتكلم عليه بالطريقه ديت، وبناء عليه دخلت لما جه المعهد. الاستاذ شاكر عبد اللطيف وقال لحضرتك بعد اسبوع انت ما بشوفكش اليوم ما بتجيش ليه؟ قلت له لا انا مش عايز، دي مش سكتي. هو الاستاذ شاكر خضير على فكره، شاكر خضير، انا اسف، شاكر انا اسف، خضير. شاكر خضير. لما جه وكنت بتقول له انا لا دي مش سكتي، في التوقيت ده كنت راسم حياتك تبقى ايه؟ محاسب يعني؟ طبعا كليه التجاره واطلع محاسب وبتاع وموظف موظف. فقلت له، فلقيته بينادي عليا، بيعملوا بروف على الاستيج كده، هو بينادي عليا وانا قاعد على الكراسي بتفرج عليهم كده، هو قال لي اطلع اقعد معانا. قلت له اعمل ايه، انا ماليش في التمثيل، ماليش علاقه بالتمثيل. قال لي بس اطلع يعني. وطلعت قعدت معاهم، وبعدين اختفيت اسبوع. في خلال الاسبوع ده هو بيدور على محمد الصاوي، محمد الصاوي ده فين، لحد ما لقاني في الكافتيريا بتاعت الكليه. قال لي انت ما بتجيش ليه؟ قلت له انا ما بمثلش، قال لي بس اطلع. وطلعت وقعدت معاه، عملت بروفات معاهم لمده 10 ايام، وجي العرض المسرحي الحمد لله توفيق من عند ربنا. انا مش فاهم لحد دلوقتي، انا كنت اعلى واحد في المسرحيه من حيث الكوميديا، ومن هنا اشتهرت جامد جدا في الجامعه وفي الكليه وبتاع. شعرت بعدها انك موهوب شعرت بالفطره، بعدها ان في عندك ان حاجه في حاجه هو حسها، هو حسها من باعتباره اول مخك دقيقه. فلقطها. لقطها يعني.